بالنسبة لنا نعتقد إنه العدالة الانتقالية هو مسار اللي المفروض إنه تشترك فيه الجميع، ماهوش مسار اللي يهم الضحايا فقط أو مسار اللي يهم الدولة أو اللي يهم المجتمع المدني فقط، بل هو مسار المفروض إنه يشمل المجتمع ككل. لحد الآن لم يلمس ولم يلحظ هؤلاء أي تطور في حياتهم، بل زادتهم هذه الحرية مرارة وحب.